بنتي صالحه تقدم من الاخوان كلهم اللي يساعدوني زملاء او اخوان او الاسره الحضور اسره علويه الحضور ديال الاسره التعليميه وجميع التلاميذ اللي كانوا بجنابنا حتى هما كانوا معنا الناس ديال الاداره ديالنا والمدير ديالنا الله ما يذكره هو بخير التلميذه راه طلبت من الوالي ديالها السماع وكنطلب منها حتى هي تسمح لي راه بحال بنتي واخا غلطات راه قديمه بنتي وانا بحال بواحد كنطلب منه السماحه وانا فرحانه لان خرج اليوم كيبقى في مجال الاب ديالي وانا كنطلب منه السماحه. بهذا الشهر الكريم ربي سبحانه وتعالى تيقول لك ان الله غفور رحيم. حنا هاد السيد هذا راه بقى فينا من جهه العمر ديالو كبير وهذا الشهر ديال التوبه والغفران الانسان هو اللي يكون غفور رحيم ورجل تعليم هذا هو راه امتازنا ليه. اؤكد لكم بان هذا اليوم هو يوم تاريخي نظرا اولا للتضامن بين الاساتذه ونظرا للتنازل الذي تم تقديمه من طرف اب الضحيه او والد الضحيه وذلك يؤكد بان المغاربه كلهم اخوه ولا يمكن اطلاقا ان يسكن الحقد في نفوسهم بل انهم اخوه ويبقون دائما اخوه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.